حتلايك بالخمس ثواني القادمين ولا حتفتح اللوكر تلاقي اكوامان اصلا. بهذا الفيديو يا شباب رح نحكي عن كثير اشياء، اهمها هن سبع اخبار او ست اخبار. اول شيء رح نحكي عن النصب اللي رح يصير بكاكس بنت الطياره، وبدنا نحكي عن البطوله اللي رح تحصل من وراها ايتم جديد اللي هو الباك بلينج وايموجي وسبري، وبدنا نحكي عن الاطوار اللي عم تنضاف حاليا معنا بالصيف بتاريخ 7 شهر 7 يعني، وبدنا نحكي عن عيد ميلاد فورتنايت ورقصه تيك توك اللي حتتوفر معنا 800 في باكس، بدنا نحكي عن التحديث اللي هو 13.30. فاذا انت اول مره عندك تشاهد فيديو على القناه لايك سبسكرايب القصص الحلوه اشتراك كومنت القصص يلا كود دعم الايتم شوب نيمو 9 وهلا والله بسكال الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بعرف اني عم هيك عم بحكي بالمقدمه كتير وعم بحكيها بسرعه وما حدا عم يفهم شيء منها، بس ما بدي احكيها زياده. انتم بتعرفوا شو عليكم القصص الحلوه اللي عم تدعموني فيها، لايك اشتراك تفعيل القصص هي كتير بتشكركم كلياتكم على الدعم. خلينا نفوت اول شيء بالنسبه للاخبار. الخبر الاول يا شباب اللي احنا بدنا نحكي عليه اللي هي طريقه النصب الجديده اللي الناس عم تخترعها حاليا بفورتنايت. يا شباب انا عم شوف ببعض المتاجر اللي الله يصلح الناس اللي احنا عم ناخذها من الغرب هالقصص هي، عم ناخذها من الاجانب يعني بشكل عام. هذا واحد نصاب على الانستغرام نزل صور او نزل كروت خاصه ببيكاكس بنت الطياره. بنت الطياره كلياتنا بنعرف البيكاكس اللي ملفوفه عليه شوك او حديد من فوق ايام السيزون الثالث تقريبا او السيزون الثاني، كان بالايتم سيزون او ايتم شوب تبع السيزون، ما عاد ينعاد هذا ابدا. نزل معنا سكين بنت الطياره النار الجديد او اللافا. صارت الناس تقول انه في بيكاكس جديد رح يجي معنا ومدري شو، تشتري الكود وخذ هات فلوس وهذا الكود مشان تحصل هذا الشيء. مثل مظهر امامك الكروت يا اخي، الكروت شوف شلون انه شكله فعلا حقيقي، وفي هذا الشخص اللي عم يبيع اللي عم يتاجر فيهم، هذا الشخص عم يصمم كروت حقيقيه ومحط عليها البيكاكس بشكل حقيقي وعم يحط خربش وربح رقم مثل هاي القصص تبع كروت الاتصالات وهيك. فانت فعلا بتنغرب بهذا الموضوع، بتقول اليك الكرت بتخربش وبيطلع لك رقم وبتفوت على موقع ايبك جيمز وبتحط الرقم وبتاخذ البيكاكس. يا شباب هدول مجرد نصب ومجرد ارقام عشوائيه، وهذا التصميم نصب بنصب. هذا الكلام ما في بنوب، لا حدا ينخدع بهذا الكلام ويجي تاجر عربي يكون اخذ هالفكره. انا شفت واحد الله يصلحه عربي عم يبيع منهم، ما راح احكي وما راح اذكر اي اسماء. فانا بتمنى منكم لا تشاركوا ايميلاتكم ولا تشتروا اي اكواد مثل هذا البيكاكس، لانه هذا البيكاكس غير متوفر باللعبه وغير موجود تماما. ومعظم الناس الكبيره من الناس اللي بتحكي اخبار وبتحكي عن فورتنايت ومتابعة فورتنايت حكيت عن هذا الموضوع. فأنا أتمنى منكم، أنا حبيت فيكم بالعربي، اللي أنا أتمنى منكم أنه أنتم ما تشتروا هدول الكروت، لأنه هدول الكروت نصب وهذا البيكاكس غير مصمم من قبل الشركة أبدا أبدا أبدا. وبالنسبة للخبر الثاني يا شباب، الخبر الثاني اللي حيكون عن بطولة الشامبيون اللي حتكون على تويتش. لح تنبس معنا بطولة جديدة لحنا على فورتنايت طبعا يوم 1/8/2020. هاي البطولة يا شباب لما تنبس احنا تعودنا عليها في بعض البطولات تبع فورتنايت، بنروح منشاهد شوية وقت معين وبنربح من وراها سبري، بنربح من وراها ايموجي صغير. بس هالمرة اختلف الوضع، رح نربح من وراها باك بلينج اللي ظاهر امامك بالصورة. هذا الباك بلينج يا شباب مجرد ما انك انت تفوت على تويتش وتشاهد البث المباشر رح تربح هاي الباك بلينج بعد يوم 1/8. من 1/8 وبعد رح تبلش البطولة، كل عليك انك انت تفوت على تويتش وتشاهد البطولة وهيك انت بتاخذ هدول الاشياء. لازم تشاهد البطولة مدة معينة، وانا طبعا رح نزل عنا فيديو مختصر واحكي لك كل شيء عنا مشان انت تكون عارفان شلون رح تشاهد هاي البطولة ورح تحصل هدول الاغراض. هدول الاغراض رح تحصلهم مجرد ما انك انت تشاهد، ولازم تكون رابط حساب تويتش بحساب ايبك جيمز، وانا عندي بالقناة في طريقة ربط الحساب لتويتش بحساب ايبك. انا ان شاء الله مالي ناسي هذا الموضوع، ان شاء الله يوم 30/7 رح نزل فيديو احكي عنه عن الاوقات وعن القناة اللي على تويتش عاد تشاهد عليها وكيف تحصلهم وكل شيء. رح احكي لك يوم 30/7 ان شاء الله قبل بيوم مشان انت تكون ريدي، او قبل بيومين وانا احكي لك عنه كل شيء بشكل مفصل. وبالنسبة للخبر الثالث يا شباب، الخبر الثالث احنا كلياتنا بنعرف حاليا في اطوار او مود عم ينزل معنا في فورتنايت، كل فترة عم يتبدل، بلشوا معنا تقريبا بتاريخ 6/7 وحاليا عم يتبدلوا قبل من هيك، انا ما كنت متابع هذا الموضوع، بس هلا حاليا الاطوار يا شباب رح تكون معنا اليوم 23/7، مثل مظهر امامك هي الاطوار كلياتها. احنا هلا حاليا بالسنايبر يلي هو انت ما في غير تاخذ سنايبر يوم 16/7، هلا بعد منا يوم 18/19 في الانفيلتد يلي هي الاسلحة القديمة المحذوفة مثل الاس ام جي القديم، الباونسر، التراب، القصص القديمه، كل شيء محذوفه من اللعبه رح ترجع من يوم 18 ليوم 21. من يوم 18 ل19 رح ينزل دو، من يوم 20 ل21 رح ينزل سكواد، وبعد منها في مود البلادز اللي هو السولو من يوم 22 ل23.
تمام لحد الان هي الامواد او عفوا الاطوار كلها قدامك او المود بشكل عام يلي رح ينزلوا معنا بهالفتره هاي. والخبر الرابع يا شباب ملي معنا اللي هو عن عيد ميلاد فورتنايت. عيد ميلاد فورتنايت ان شاء الله رح يضيف معنا يوم 24 الموافق 24/7 يوم الجمعه تقريبا يوم بهاي الفتره ان شاء الله رح يكون عيد ميلاد بهاي الفتره تبع فورتنايت. عيد ميلاد السنه الثالثه لفورتنايت. انا صلي معهم من السنه الاولى والسنه الثانيه ربحنا منها اشياء. السنه الاولى يا شباب ربحنا من وراها باك بلينج اللي هي عباره عن باك بلينج بتحطها بظهرك مرسوم عليها كيكه او هي كيكه بشكل عام وعليها رقم واحد. والسنه الثانيه زودوا الهديه يا شباب عطونا شغله خرافيه جدا اللي هي بيكاكس على شكل كيكه وموسيقى والوان اسلحه وعطونا سبري وايموجي. هدول هن كانت للسنه الثانيه. اما اللي حاليا بقى للسنه الثالثه يا شباب بدنا الشيء الاكبر اللي ان شاء الله احنا مستنينه يوم 24/7 مستنين سكين او مستنين رقصه حلوه تكون من الشركه. هي ثالث سنه للعبه وثالث سنه عم نتابع الموضوع وان شاء الله رح نحصل منها شيء حلو هاي السنه. هيك انا عرفت من بعض التسريبات انه رح تكون سنه حلوه بالنسبه للهدايا فان شاء الله تكون التسريبات صحيحه ونحصل شيء حلو مثل رقصه مثل سكين مثل شيء قصه هيك تكون جدا حلوه. يعني مو انه باك بلينك وبيكاكس لانه اول شيء بلشنا باك بلينك بعدين بلشنا باك بلينك وبيكاكس هلا بقى بنبلش باك بلينج وبيكاكس وسكين بقى هيك المفروض يا شركة فورتنايت. فهي بالنسبة لفورتنايت يا شباب يوم 24/7 عيد ميلاد الثالث فشوفوا يوم 24/7 رح يكون يوم حلو طبعا لانه رح يكون عيد ميلاد ورح يكون في هدايا اكيد هذا الموضوع. وبالنسبة يا شباب لرقصة تيك توك. رقصة تيك توك يا شباب رح تتوفر معنا بالفترة القادمة من بعد التحديث 13.30. هاي الرقصة يا شباب هي نغمتها او الغنية تبعها نفس رقصة تيك توك بالضبط وعليها كوبي رايت فانا ما لح اقدر اشغل لك اياها ابدا. لو حابب تشوفها وتسمعها صوتيا فوت لعندي على الفيسبوك على صفحة الستريم تبع نيمو 3 او اخرة اللي ظاهرة امامك فوت عليها بتلاقي انا منزل فيديو هنيك لانه ما في كوبي رايت بالفيسبوك فانا بتقدر تشوف اي شيء بنزل اي شيء بالنسبة للأشياء اللي عليها كوبي رايت. هاي الرقصة متوقع تنزل ب 800 في باكس مشان انت لو حاببها وبتحب التيك توك وبتعرف بها القصص هاي فاستناها لتنزل حق 800 في باكس تقريبا لح ينزل سعرها. اما بالنسبه للخبر الاخير معنا يا شباب اللي هو التحديث 13.30. انا قسمت لكم مقطع دقائق لو انت حابب تشوف الخبر اللي انت بدك اياه. تحديث 13.30 رح يكون معنا كتير في اشياء خرافيه انا رح طول الصراحه بشرح 13.30. بالنسبه لهذا التحديث يا شباب 13.30 ان شاء الله رح يتوفر معنا من يوم 21 ليوم 22/7 بالتوقيت الاتي اللي هي الساعه 8 بتوقيت مصر 9 بتوقيت السعوديه 7 بتوقيت الجزائر والمغرب مثل التحديث العادي مثل التحديثات اللي احنا متعودين عليها دائما ما في اي جديد شيء بالنسبه للاوقات. انا لانه اللي عرفته من التسريبات انه ما في تغيير بالاوقات حاليا ما بعرف لانه كان مصممين بإجازة أسبوعية فما بعرف لو غيروا أي مواعيد بس التسريبات بتقول إنه ما في أي تغيير. التحديث رح يتوفر يوم 21/22 وما في أي معلومات عن حجمه حاليا. بالنسبة للي حيجي بهذا التحديث يا شباب أول شيء يا شباب اللي حنضاف معنا بالتحديث 13.30 اللي هو السيكرت تشالنج اللي هو التحدي المخفي اللي أنا شرحته عندي بالقناة اللي هو عبارة عن إنك تروح عن جزيرة صغيرة وتساعد هدول الجيلي اللي شكلهم هيك على شكل جيلي أو طحالب تروح تساعدهم تبني لهم تأخذ من وراهم تقريبا شي 15000 إكس بي أنا نسيان الصراحة. لح ينضاف معنا التحدي الثاني أو الجزء الثاني خلال التحديث 13.30. أما بالنسبة بقى لنفوت على الشيء الأعظم اللي هو الووتر ليفل اللي هي مستوى الماء. مستوى الماء كلياتنا عم نستنى تنخفض حاليا لحنا هلا بالمستوى الخامس ومثل ما موضح امامك المستوى السادس والسابع لحنا هلا عم نستنى المستوى السادس والسابع ان شاء الله المستوى السادس والسابع رح يتوافر معنا يا يوم 18 يا اما يوم 21 لحد الان مو معروف التسريب بالضبط. ممكن المستوى السادس يتوافر معنا يوم 18 والمستوى السابع يتوافر معنا يوم 21 يعني احنا لحد الان هيك مستنيين لانه السيارات عم يقولوا بعض التسريبات انه هي رح تتوافر بالمرحله السادسه او المرحلة السابعة من انخفاض الماء فممكن تتوافر السيارات يوم 21 بعد التحديث. هذا التحديث رح ينزل فيه يا شباب تسريبات لسكنات ما نزلت معنا بالايتم شوب صلى مسربة معنا اكتر من شهر ورح ينزل معنا يا شباب اشياء تانية مثل انخفاض المياه ورح ينزل معنا جزيرة اتلانتس وتسريبات على اشكال ملفات اللعبة ورح ينزل معنا كمان عن السيارات وكيف قيادة السيارات وكيف رح تكون شكل السيارات باللعبة. هذا هو التحديث رح يكون فيه كتير اشياء. وبالنسبة يا شباب اللي هو انا رح احكيكم عن الخبر الاخير بالنسبة لهذا التحديث رح تتوفر معنا الميزة تبع الفي باكس لو انت معك 1500 في باكس وحابب تشتري سكن ب 1800 في باكس بنقصك 300 في باكس فانت رح تتوفر معنا هالميزة ان شاء الله اللي هي رح تسمح لك تشتري 300 في باكس فقط لا غير ما تشتري 1000 في باكس لو انت ما معك مصاري على حسب ما انت بدك. بالنسبة للفي باكس بتقدر تشتري 200 بتقدر تشتري 100 تكمل حسب السكن اللي انت بدك اياه ان شاء الله رح تتوفر معنا. وفي بعض الاصلاحات رح تكون معنا اللي هي بالنسبة للويربول اللي
هي رح تكون عن الدوامات يلي تبعات اكوامان اللي الناس ما عم تخلص التحدي المفروض يوم 21 او التحدي ينحسب لحاله مشان اكوامان لحد الان مو معروفه. في بعض الدروبات اللي هي بالسبلاي اللي انت ما عم تقدر تفتحه او عم تدخل جواته وعم يصير جليتش، وفي بعض المربعات عم تظهر معك بالزون انت وماشي، كمان رح يصير اصلاح لهذا الجليتش اللي انت وبالزون في بعض المربعات السوداء او البيضاء بتظهر لك انت وماشي وبتخوتك وما انت عارف هل هدول الناس ولا جليتش، هذا كمان رح يتصلح. هيك بالنسبه للتحديث 13.30 يا شباب معنا اللي حيتوفر ان شاء الله مثل ما حكينا يوم 21 ليوم 22 بالاوقات الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. اتوقعوا تغيير بالاوقات لانه لحد الان ما في شيء مؤكد بالنسبه للتسريبات للاوقات، بس هيك التسريبات بتقول وهيك معظم الناس عم تحكي، بس هذا الشيء مو مؤكد. انا حبيت اقول لكم بالنسبه للاوقات مو مؤكده، اما التحديث رح يكون يوم 21 ل 22 ان شاء الله. هذا هو مقطعنا اليوم، طبعا حكينا كتير فيه اشياء، انا رح اعمل هيك شغله اسبوعيا يعني هو هذا الفيديو، انا تعجبك هالسلسله اللي انا رح اصير احكي عنها بالنسبه للاخبار غير التحديات وغير التسريبات، اخبار اجمع لك كتير اخبار بهذا الفيديو. فشكرا لك اذا كملت مقطع الاخر، كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله.